هل دي احلى هوندا سيفيك اتعملت واحسنهم اداء؟ النهارده هنحاول نجاوب على السؤال ده. قبل ما نبتدي العرض ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيه عشان ما يفوتكمش اي فيديو، ولو عايزين تعرفوا كواليس القناه ادخلوا على انستجرام. يلا بينا بقى. في رايي المتواضع دي اجمل هوندا سيفيك اتعملت من كل زاويه، والزاويه دي بالاخص انا بحبها. شكلها حلو قوي العربيه دي، وليها كده حضور على الارض، واقفه حلوه على الارض. افكركم بيها، العربيه دي طلعت في 2006، والعربيه دي بالذات 2009، موتورها 1600 سي سي اللي هو الاي في تك اللي بيولد 125 حصان و155 نيوتن متر من العزم، واصلين عناء الحركه اوتوماتيك 5 سرعات. العربيه مفروض بتتسارع وقتها لما كانت جديده من 0 ل 100 في 10.3 من 10 في الثانيه. هنشوف طبعا ونجرب ادائها ونشوف هل دي تقارن بالهوندا سيفيك الحديثه ولا لا. مؤخرا هوندا اعلنت عن السيفيك بشكل جديد اللي هو بقى واخد خط الاكورد، اللي انا شخصيا مش عاجبني قوي، مش لاقي على السيفيك. شوفوا انتوا بقى تعليقاتكم ايه. ادي السيفيك الجديده، اكتبوا تعليقاتكم تحت. وادي السيفيك من 2009. كفايه كلام، تعالوا نجرب العربيه مع احمد صاحب العربيه اللي متطعم على الفكره التطعيمين، وانا كمان برضو عشان الحوار بتاع التطعيم ده. يا جماعه احنا في قفله معينه حاصله في العربيه دي، قفله 3 فيز. دي نكته دمها تقيل انا عارف، بس 3 مهندسين اتصالات في نفس العربيه، مع ان 3 فيز دي نكته باور مفروض، بس خلينا ايه، خلينا اتصالات. طيب عشان تبقوا فاهمين حاجه مهمه قوي، لما الواحد بيسجل عند السرعات العاليه قوي بيحصل شويه تشوه في الصوت، فانا جايب لكم مايك رابع بقى، عندي 4 مصادر بحاول ان انا احسنهم، بس في حد معين مع الهواء على السرعه العاليه قوي. اوكي، ولكن انا بحاول. طيب احمد ماجد مهندسين اتصالات، اهلا وسهلا. قفله طبعا ناقل الحركه هنا يا جماعه مش سي بي تي، بس العربيه الفاير وول بتاعها اللي هو العزل ما بين الموتور للكابينه مش كويس يعني. مش تمام قوي، سمع الموتور بزياده. طبعا انا رجلي على البدال تقيله، ولكن اقدر اقول لكم على طول انه العربيه دي ركزه جدا على الارض، ركزه. بيبان قوي يا جماعه ساعات من شكل العربيه، هي اصلا ارتفاعها من الارض مش عالي قوي، يعني مش عاليه، هي واطيه من الارض لحد كبير. تعرف كام سم؟ تقريبا 15 سم. 15؟ 15 سم. لا دي دلوقتي ما تبقاش عاليه، واطيه ساعات كويسه. هي معقوله يعني، معقوله. يعني اللي قبل كده، الموديل اللي قبل ده، مش اللي قبل ده، اللي قبل الفيس ليفت، كان قبل البري فيس ليفت. البري فيس كانت اوطى بالظبط، كان الكاوتش اصغر شويه، مقاس 15، هنا 16، هنا 16، ففعلا افضل كتير يعني من بس القعده في العربيه دي دايما يا جماعه كده ليها حته حلوه عندي، معزه خاصه. القعده التابلو اصلا كان معمول على حتتين، ده كان وقتها ولغايه النهارده على فكره مؤثر. واحده من الحاجات اللي انا في رايي المتواضع يعني اللي خلى العربيه دي لغايه النهارده حتى لو هي عندها 12 سنه سنا، ويمكن اتصممت طبعا اكيد قبل كده، لكن عشان وقتها هوندا كانت ما بتلجاش للخطوط الحاده والكسورات ومش عارف ايه، واخده كلاسيك ديزاين لحد كبير ومسحوب قوي، فما بيعجزش بسرعه. هنشوف اخرها ايه. العربيه ثابته جدا جدا، لازقه على الارض. بالبنزل الصغير ده
ولا لسه؟ فيها 200 وثباتها يا جماعه، ما تاثرش. 202 اهي، 203 بس. اوكي نفرمل شويه. سواقتها جميله على فكره، وانا في رايي المتواضع، معلش بقى، هي احسن من السيفيك الجديده في السواقه، اثبت من السيفيك الجديده في السواقه، وعجله القياده رياضيه جدا جدا جدا. احمد ورا متضايق وماسك بقى بكلب شركه فيها، شايفك بيتمرجح ورا. التعليق في العربيه دي زي ما قلنا دبل ويش بون، تعليق منفصل، والتعليق الدبل ويش بون رياضي جدا، وما يقلش عن المالتي لينك في الرياضيه، مش براحه المالتي لينك بالذات ان هو بيتعاملش مع المطب بنفس المرونه، ولكن مازال رياضي جدا وبيعرف يتعامل جدا مع الشارع بطريقه رياضيه. لو بصينا على الاندرستير مش كتير خالص، انا عمال بزود على الكيرف وهي مش عايزه تطلع منه، يعني زودت على المنحنى وانا داخل على المنحنى كمان عشان اشوف هي عايزه، لو انا سبت او ريحتها هتبقى عايزه تروح بره. لا، عربيه مريحه جدا، وان الجنط مش مقاسه كبير قوي اللي هو 17 18 19، فكمان حتى والعربيه على الارض قريبه منها، الا انه كمان راحه الركوبه حلوه. يعني انا في رايي الصراحه كان المفروض يفضلوا على التوليفه دي بدل اللي بيعملوا لي اياه صراحه. طبعا اوكي التنافس الطبيعي، والفيتاك دايما بيحب عدد لفات متاخر قوي عشان تبتدي تحس بيه، وده كان واحده من انتقاداته. يعني ما بين الناس بتحب الفيتاك في الحته دي وفي ناس ما تحبهاش. طبعا مقارنه بمواتير التوربو بتاعه النهارده، اوكي ده كان يبقى ألذ قوي لو كان مانيوال عشان تبقى انت مسيطر على عدد لفات الموتور، ولكن العربيه جابت 202000 و 203 نظريا وعامله 90000، ما عنديش اي اعتراض. وكان فيها تاني للي بيسال يعني، بس انا ايه الشارع كان ابتدى يضيق شويه واحمد كان متوتر على اخر وكلنا ما كنت ها اكيد عشان انا متعود على السواقه مش متعود اقعد. ايوه انا عارف. ايوه دي واحده من المشاكل اللي هي الناس اللي بتسوق، عارف الناس اللي ما بتسوقش بتبقى مش حاسه خالص باللي بيحصل. اوكي انت مش واخدنا المشوار وخلاص، لكن اللي بيسوق بيبقى دايما ايه مركز على كل حاجه، دي حقيقة. فمش بلومك بس بعتبر، وما اقدرش الومك، انت مهندس اتصالات اصلا احسن ناس. العيب الوحيد اللي عندنا كمهندسين ان احنا بنحس بنفهم في كل حاجه بزياده، للاسف بنحشر نفسنا في كل حاجه ازاي دي جت. لو دكتور طبيب هنفتي برضو عادي، دي واحده من المشاكل الجوهريه. ازاي الدواء بيعالج كده؟ انا عايز افهم يعني انت فارق ايه، يعني ايه اللي محسسك ان انت فاهم عني؟ يعني عندنا دايما حته التواضع المعينه اللي سويتها حلوه قوي. نجرب لكم الفرامل على ملف كمان، يلا. طبعا الشارع فاضي خالص، ما تقلقوش خالص، انا بس بشوف عربيه راكزه على الارض قوي. يا ريت اللي بيشتغلوا في هوندا يرجعوا العربيه دي تاني يا جماعه. وكان في منها كمان لو عارفين اللي هي الفيرجن اسمها ماجن، مش كده؟ اللي هي كانت الهاي اند الرياضيه قوي بقى. طبعا احنا هنا عمرنا ما في مصر شفنا الموتور ال 2000 سي سي، ولا عمرنا هنشوفه تقريبا في عربيه ياباني. دي حاجه ممكن ناكدها لكم عشان اليابان او كل العربيات المنشأة ياباني مش خاضعه للتخفيضات الجمركيه، فدي واحده من الاسباب الجوهريه. يعني واحده من الحاجات اللي كانت مميزه في العربيه دي على انها ثابته جدا على الارض، بس كمان الكيرب ويت بتاع العربيه مش تقيل، 1145 حاجه كده، وزنها خفيف، فدي واحده من الحاجات اللي بتخلي العربيه دي برضو ايه رشيقه. هنجرب التسارع، احمد عايز يعرف، ادينا شفنا السرعه القصوى، فاضل التسارع بس، هنضطر نستاذنهم يطلعوا من العربيه في اللحظه دي عشان ايه ما تبقاش 12 ثانيه بدل 10. الستوك بتاعها 10 ثواني بس، طبعا وهي محمله مش هيبقى كويس في الطلعه بدون شك. ما فيهاش مود رياضيه، نقل حركه 5 حركات، هنشوف. اوكي تعالوا نجرب التجربه الاخيره للتسارع. مشكله الفي تاك ان هو بياخد وقت طويل قوي.
11:37 ده أحسن وقت تماما. طيب العربية عملت أحسن رقم بعد صراع، عشان أنا كنت متحيز العربية وعايز أحسن الرقم قوي، 11:37-36 أنا رقم بالنسبة لي كويس، أنا الستوك 10.3 من 10 وانت جاي لي ما شاء الله بنص تانك مش ربع، فكان عندك شويه وزن زياده، انت عندك جنط اضافي، في جنط اضافي، كل الحاجات دي كانت لازم تتشال، يعني لو كنا شلنا منها مثلا 60-70 كيلو كمان كانت حسنت الرقم، ولكن بالنسبه لي رقم مازال جيد جدا بخلاف التسارع، عشان برضو في حاجه تبقى مهمه قوي تبقوا فاهمينها، التسارع مش كل حاجه، العربيه دي وانا مش معاكم وانا بجرب التسارع في حته بس ما صورتهاش، انا اخدت ملف على الخط الابيض بتاعه من غير مجهود، انا ماسك عجله القياده كده، يعني لا بتاندر ستير ولا بتاوفر ستير، موزونه وزنه هايله، ما فيهاش بودي رول تقريبا، حاول تطلع منها بودي رول مش هتلاقيه، لو كانت على عجل سنه اعرض ما كنتش بتعرف تفصلها من الارض تقريبا، العربيه التصميم بتاع البودي كله على بعضه الايروداينامكس بتاعته هايله، ما حصلتش العربيه على الارض راكزه ما شاء الله يعني تمام. هل ما زالت عربية جيدة جدا؟ انا بالنسبة لي بجد بصراحة كده احسن من السيفكس الجداد، هم حاليا بيلجأوا ان هم يجددوا في الخطوط بتاعتهم بتاعت التصميم، بس انا ما زلت بشوف الكلاسيك لاينز بتاعت العربية دي جميلة، ده رأيي بصراحة، واللي بيعملوا فيها تعديلات العربية دي عارف بيرفكت ايه؟ لو انت سقطت لها الموتور بتاع هوندا ال 2000 سي سي صراحة ده بقى تبقى مشكلة الفي تاك في العربية دي ان هو بياخد وقت طويل على بال ما توصل للباور باند اللي هي الحتة اللي فيها الباور، يعني بيفتح بعيد قوي على 6.3 وقاعد مزاري مع يعني طالع الأولانية اوف هكون وصلت انت المية خلاص بالظبط، كنت انت بقى زهقت وعكلت وشربت دي المشكلة بتاعت الفي تاك، او عايز مانيول عشان تبقى انت دايما بتلعب في الحته العاليه من الباور باند اللي هي العدد لفات الموتور تبقى انت يعني فيها، بس طبعا بتهلك الموتور وبتخلي الاقتصاديه زي الزفت لو كان ده مانيول، ده كانت الحته الوحيده، بس طبعا وقتها الفيتاك كان مازال انتفاضه عشان تبقوا عارفين، يعني احنا لو رجعنا بالزمن 12 سنه الفيتاك ده كان انجن جامد، بس عربيه مازالت عجباني جدا، سواقتها ممتعه، قعدتها دايما حلوه قوي، القعده بتاعتها مخصوصه العربيه دي بالطابلول مقسوم على حتتين، القعده دايما مميزه جدا ومريحه جدا، عزل الصوت هو اللي مش كويس فيها، وزمان كان اهتمام الناس بعزل الصوت اقل كمان فما كانش فيه نفس الاهميه، لكن عزل الصوت الفاير وول برده مش حلو، بس لغايه النهارده برده تلاقي العربيات الياباني لحد كبير بالذات عزل صوت الموتور في العربيات الياباني دايما مش كويس قوي، لكن الخامات في العربيه دي كلها سوفت عشان تبقوا عارفين، فالضوضاء اللي جايالي من بره الشارع مش رهيبه قوي، هو الفاير وول اللي بيعزل الموتور عن الكابينه ما فيهوش ساوند ديدنينج عالي قوي فبيخش لي صوت الموتور، غير كده عربيه عجباني جدا ويعني بحييك ان انت اشتريتها. لا ما تجناش عليك. لا لا عربيه جميله انا ما عنديش اي شك فيها، عربيه معموله حلو ومعموله للي عايز يسوق، ده ملخص الحلقه بس كده، لو عجبكم تقدم على الالفا رومي. طيب مين قال لك ان الالفا مش معمول اللي عايز يسوق؟ انا عملناها درايف تيست دلوقتي ما تقلقوش. ما موجود على القناه يا عم، موجود سايب لكم. انا عملناها درايف تيست لما كنت بصور ال 156 القديمه، عملت لكم في الاخر 5 دقايق بونص محدش اخد بالهم منه، بس عملت لكم حته كده نيد فور سبيد شويه اللي هو ايه شديت من 260 طالع، فكان بس ما اتفرجوا عليه هحط لكم لينك للحته دي بس كده. لو الكلام ده عجبكم اشكروا احمد واحمد وهندسه الاتصالات احسن ناس. بس كده سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، الاشتراك ببلاش وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها.